فرعونيتها. في هذا المحل المخصص لخياطة الملابس بمختلف الأشكال والأحجام، تشرف فاطمة بنت أحمد السليمان على تدريب فتيات بحكم تعاون بينها مع مدرسة التكوين الفني والتدريب المهني بمدينة أطار. خيطوا فيها تبارك الله، هم تطبيق الخياطة ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله، يوم جيل ما شاء الله تعدل ما شاء الله بلوزات تبارك الله سانتر، وبلوزات المدارس تبارك الله زي المدارس كان، وطب هم اللي ما شاء الله تعدل هم اللي بلوزاته فتبارك الله كاملين ما شاء الله، ويتخرجوا هم اللي لا منهم. الحمد لله جينا ذا التكوين الحمد لله نتعلموا فيه الحمد لله، وعندنا نعرفوا الفصار والخياطه وما شاء الله فاطمه مواظبة على ذا الحمد لله، وتعلمنا ياسر مشي الحمد لله، وعندنا نخيطوا نحن كاع عروسنا في الجار ونطبقوا في الجار. المحل عبارة عن تعاونية أنشأتها السيدة بجهد ذاتي، لكنها تطورت وتعدى نفعها أهلها، حيث تخرج على يديها الكثير من بنات مدينة أطار. هاي التعاونية أصلا لياسر ما شاء الله من زمان، درته من 2001 والله 2000. أنا قاعد أصلا أنا من روحي أنا اشتغلت من صغير، تعلمت الخياطة صغير، عدت لك دلال اشتغل على الرأس. بم عاد التعاونية اللي هي عاد تتكون طافي لها تتكون حتى العلايات الكبارات، الناس اللي يبغى يتعلم كامل يجي يتعلم فيها. وتوم فما تياها حازت ما درست التكوين المهن هذا، وتو قابلوها عادوا حايزينها من رسم يمشوا لها الناس تطبق فيها، تعدل التطبيع يعني تو فهمنا وجي تطبق هنا. ومن الليل والشي عادوا الصيا تمشي لها الناس تتعلم فيها تكون فيها، تكون فيها ما شاء الله العلايات اللي ذو مبارك عندهم بليداتهم الروس فاتحين فيهم. المتدربات اعتبرن أنهن حصلن على تكوين تطبيقي مهم، ويتطلعن لإنشاء مشاريعهن الخاصة. كنت نقرأ هذه الخياطة، كنت نقرأ شور سانت، لأنه فهم القراية نجو نطبقه هنا عند تعاونية النصر والتيسي. ما شاء الله باقي شيء ما شاء الله تبارك الله ما نخيطوا ان شاء الله كل شيء تبارك الله. خيطوا لبسات تركا، خيطوا لبسات الرجال، خيطوا رمبي هذا اللي قالوا رمبي المحلي. تو جيت هنا عندي دورة تكوينية في سانتر، تو نطلعوا نهارات شورو ونهارات نطبقوا هنا في البوتشي مع فاطمة، تو نخيطوا لباس، نعدلوا الرمبي، نعدلوا الرمبي ونعدلوا دمي سيزون هات حسب الشكل وطالب الزبون. تجربة ثرية تظهر عبقرية المرأة الموريتانية وقدرتها على المساهمة في نهضة المجتمع من خلال تعميم التجارب الناجحة ليستمر العطاء وتعم الفائدة. لقناة الموريتانية محمد البلال، مدينة أطار.